We only still alive three. All of them was killed for Pablo Escobar boy. لما تسمع بكولومبيا راح تفكر بالمخدرات حتى قبل شاكيرا، والسبب شخص واحد اسمه بابلو إسكوبار. بداية التسعينات 80% من الكوكايين في العالم كان من تصديره. قصته تسببت بأحداث وفترة الكولومبيين مش فخورين فيها. هذا الحي بالكامل بنى من تمويل بابلو إسكوبار، كان بالأصل مزرعة، كان بده يعمل هذا الحي المثالي. ما كان بده الناس هون يستخدموا المخدرات، ما كان بده الناس هون يصير في بينهم عنف، فهو كان يحط فلوس عشان يعمل مجتمع مثالي. طلعنا هلأ من الحي المخلص لبابلو إسكوبار وين ساعد الناس، المكان الوحيد اللي له ذكرى طيبة. The only way we can see over there to survive was to work for criminals or work for the state. That's the day when all the cops we graduated like a professional police officer. Yeah. 152. So until today, we only still alive three. All of them was killed for Pablo Escobar. فهذا المكان اللي احنا واقفين فيه يوم ما اجى الضابط اللي مسك بابلو إسكوبار كان واقف بسيارته هون. وبابلو إسكوبار كان قاعد بحكي مع ابنه خوان من هذا الشباك. صار في اي كونتاكت بين الشرطي وبابلو إسكوبار وعرف انه احنا امسكناه. على هذا السطح تحديدا كان في شباك نط منه بابلو إسكوبار حاول يدافع عن حاله، بس هذا الشارع كان متروس جيش وشرطة ومستحيل كان يقدر يطلع من هاي المنطقة. او انتحر في عدة روايات، لكن هذا هو المكان. دخلت بيت روبرتو إسكوبار أشوف المتحف اللي عمله عن بابلو. اللي أعطتني الجولة هي زوجته السابقة كلاوديا، أخذتني لفة بالبيت وحكت لي كتير عن حياتها مع بابلو وروبرتو وكيف كانوا عايشين. شعور غريب جدا، وهي قاعدة تشرح لي شو كان يصير، كيف كانوا يخبوا المصاري، كيف تعرفت على روبرتو في الكاتدرال في السجن. رحنا نزور سريعا حي كومونا 13 المعروف في ميديجين، مليان جرافيتي، مليان محلات سياحية، كان من أخطر أحياء مدينة ميديين. But the government came 21 times here with the army. Wow. You know, yeah, trying to kick guerrillas out. عنا هدول عصفورين بيمثلوا التنتين الهليكوبتر اللي استخدموهم عشان يعملوا العملية العسكرية اللي مسكوا فيها الحرمية. بتحس إذا بدك تيجي على حي شعبي في مدينة ميديين، حي جميل، بتيجي على كومونا 13. فبالنهاية هذا الحي وكولومبيا بشكل عام ممكن نعتبرها قصة أمل. قبل 20 سنة لو جيت على هذا المكان ولا كولومبيا بشكل عام كانت من أخطر دول العالم، وهذا الحي كان من أخطر أحياء العالم. لكن اليوم تيجي وبتلاقي نفس الناس اللي كانوا يشتغلوا مع العصابات، نفس الناس اللي كانوا يتاجروا بالمخدرات اليوم اتحولوا صاروا يشتغلوا بالفن، يرسموا جرافيتي ويعملوا جولات سياحية يحكوا قصتهم للعالم. وصلنا بالقارب على هذا المكان اللي اسمه لمانويلا، سماه بابلو إسكوبار على اسم بنته اللي هو يعتبر يعني بيت المصيف تبعه. الحكومة مش كتير فخورة بوجود بابلو إسكوبار، عم بيحاولوا يمحوا كل الأثار اللي كانت موجودة إله، عشان هيك سكروا هذا المكان ما بدهم يفتحوا للسياح. حلو بكولومبيا بشكل عام إنه أغلب المدن اللي كانت فقيرة وكانت خطيرة الدولة عمالها تشتغل عليها وتحولها لأماكن سياحية. هذا المكان هاي كانت من أفقر الأحياء الموجودة، حولوها بالكامل لمنطقة سياحية جميلة. كثر الله أسفاركم. سلام.